يتمشون ويضيعون صلاة الجمعة، فيحترق قلب الأب على أولاده. قم يا ولد، قم يا ولد، اصحى يا ولد، اصحى يا ولد. فيتعب الأب على أولاده، بالذات في المواسم، في أيام العيد، في أيام الصلوات. الأب يبغاك تشرفه في كل محفل. الأب ما أحد يتمنى في هذه الدنيا أحد أحسن منه إلا ولده، ما أحد يتمنى أحد أحسن منه إلا ولده. هذه كلمة يقولها الشيبان وهي ترى حقيقة، لأن أبوك يضحي كل شيء عشانك، ويخسر كل شيء عشانك، ويبذل كل شيء عشانك. فتخيل اثنين من الشباب رايحين البحر، قال لهم أبوهم يا عيالي اشتروا لي خبز، اشتروا لي عيش. قالوا يا أبويا أرسل فلان. قال يعني ما بتشتروا لي خبز؟ قالوا إلا بس إننا متواعدين مع شباب وبنطلع، زي اللي بيروح يتمشى في 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 المخيمات، واللي بيتمشى في المنتزهات. الأب زعل لأنه ما يتأخر على عياله. قال روحوا، الله لا يردكم. بالله هذه الدعوة يدعيها كثير من الآباء ولا لا؟ عبد الله بن نعمة صاحبنا وش قال له أبوه يا جل؟ لما جاء يسلم على أبوه وكان عمه عنده، سلم على عمه طاحت الولاعة من جيبه. قال أبوه تدخن يا عبد الله؟ قال لا والله يا أبوي ما دخن. يقول ما أبغى أكسر بخاطر أبوي قدام عمي. قال لا والله يا أبوي ما أدخن. قال إن كنت تدخن فالله يكسر رقبتك. راح عبد الله مسبح مع الشباب. الآن عبد الله 23 سنة مشلول، ما يتحرك منه شيء. إذا كان قاعد معي في محاضرة يقول لي تكفى يا وليد اطرد الباعوضة عن وجهي، ما يقدر اطرد الباعوضة. وإذا جاته حكة، مرة كنت أنا وياه في أبها عندنا محاضرة، فكان اللي ولد عمه دائم يشله ويحطه، راح يشتري أغراض، فصار ينادي عبد الله يا وليد يا وليد جيت؟ قلت إيش عندك؟ قال تعال حكني في وجهي. ما يقدر يحك وجهه عبد الله، عنده التلفون ما يقدر يضغط الزر الأخضر بيده. وانت في صحة وفي عافية، فاطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة، واطلب الله سبحانه وتعالى الهداية، واطلب الله الجنة. الشباب اثنين قال أبوهم الله لا يردكم، راحوا غرق الأول، والثاني كان يلعب ورقة. قالوا يا فلان قم، أخوك غرق. راح ينقذ أخوه، غرق معه. والله جابوهم جنازة الاثنين يحملون على أكتاف الرجال بدعوة أبوه عليه. انتبه انتبه، تطلع من البيت أبوك يدعي عليك، انتبه تطلع من البيت أمك تدعي عليك، والله ما تلقى التوفيق في الدنيا ولا الآخرة. محمد بن المنكدر يقول بت ليلة، بت ليلة أغمز أقدام أمي، وبات أخي يقوم الليل. أخوه يقوم الليل وهو يغمز رجل أمه. يقول والله ما وددت أن ليلتي بليلته، ليلتي اللي أغمز فيها رجل أمي والله عندي تسوى الدنيا وما فيها. أقعد عند أبوك وأقعد عند أمك وترضاهم وقبل أقدامهم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، قال يا رسول الله أتيتك من أرض اليمن وبايعك على الجهاد والهجرة. مش أعلى من درجة الجهاد؟ مش أعلى من درجة الهجرة في سبيل الله؟ وخرجت ولي أبوان يبكيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما. من اليمن، من المدينة إلى اليمن، قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. تبغى نقبل إسلامك؟ تبغى نقبل هجرتك؟ تبغى نقبل جهادك؟ روح أرضهم وضحكهم مثل ما أبكيتهم. فرجع رضي الله عنه وأرضاه من المدينة يترضى أبوه ويترضهم. لا تطلع من البيت إلا وأنت ترضيتهم. لا تصيبك دعوة فيستجيبها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا يردهن الله، ومنها دعوة الوالد. وانت أيها الأب ادعو لأولادك، لا تدعي عليهم. انتبه، يوافق دعوة مستجابة.